إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أحبتي في الله، عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساحر. طبعا بعد يعني انقطاع عن البث المباشر في وقت يعني عشان الظروف اللي كانت حاصلة، لكن قدر الله تبارك وتعالى أن نعود مرة أخرى. طبعا لا نأتي إلا بكل جديد، ونقول طبعا لكل المشاهدين اني احبكم في الله. وطبعا النهارده بقدر الله تبارك وتعالى عيب بيوم مختلف شويه، اني هيكون معايا يعني الاخوه اللي ماسكين المراكز عندي، اللي مركز جنا ومركز البحيره ومركز الاسكندريه. وطبعا ان شاء الله عشان خاطر نقدر ان يعني نوصل بقدر الامكان المعلومات للناس، ونقدر نفيد الناس ونعرف الناس ايه الفرق بين المعالج وبين الراقي وبين المشعوذ. طبعا الفروق دي احنا ممكن اتكلمنا فيها قبل كده كتير، لكن لما ننزل على ارض الواقع ونقول ان فعلا في فروق ان بين المعالج والراقي والمشعوذ، وحتى المعالج والراقي لازم يكون بينهم فرق، لان طبعا الطباع اللي الناس خدته عن المعالجين ان هم ما بيفهموش، او هم الموضوع واخدينه شغلانه وخلاص، او الموضوع نصب وخلاص. وطبعا ده الاتهامات دي كلها انا صراحه يعني كراضي بنقول ان هم عندهم وقت، يعني عندهم حق في ده. عندك حق انك تقول عن المعالج او الراقي انه نصاب، لان هو انت ما طلعتش من عنده بنتيجه، ما عرفتش تطلع بمضمون معين او علاج معين من عنده. لكن للأسف الناس مش قادرة تفرق بين المعالج وبين الراقي. طبعا بينهم يعني شتان، موضوع كبير جدا بين الراقي والمعالج. المعالج ده طبعا بيبقى دارس، فاهم هو بيعمل ايه، عارف ايه الفرق بين السحر وانواعه، عارف الفرق بين النجاسه وبعضها، عارف الفرق بين اعراض السحر السفلي واعراض السحر العاديه، بين السحر الماكول والمشروب والمدفون والمعلق والمرشوش، ايه انواع، ايه اعداد السحر نفسها، ايه الفرق ان السحر يكون معمول لي بطلسم واحد، وايه الفرق ان يكون معمول لي بطلسمين، وايه الفرق يكون معمول بثلاث طلاسم، ايه الفرق بين قوى السحر وبعضها. هل السحر العادي اللي هو فردي زي السحر المركب زي السحر المزدوج، طبعا كل دي علوم المعالج لازم يعرفها ولازم يدرسها، ولازم عشان يقدر يفيد بيها الناس، وما يكتفيش انه خلاص انت بتطلع على شاشة او انت عندك ناس في مكانك بتعالج فيه عدد ايا كان وخلاص، وان انت الموضوع بينتهي عندك، ان انت اللي بيجي لك بترجيه او بتسمعه ايتين قران والقصه بتنتهي عندك كذا. المعالج له فكر تاني بيختص بيه، وله يعني معلومات هو بيعيشها، له مؤلفات وله ابحاثه عشان خاطر يقدر ياتي كل جديد وواكب عصر الصحراء وابليس. طبعا المعالج دي قصته. لكن الراقي بيكتفي انه بيرقي عن الجن او بيعالج الجن فقط، فهو ما بيدرسش ولا بيعرف الجن ده جاي عشان سحر ولا جاي عشان حسد. لو جاي عشان سحر، السحر ده نوعه ايه هدفه، ايه النجاسة اللي استخدمت في السحر نفسها، ايه الموضوع بالظبط. هو القصة عنده كلها بتبقى عبارة عن ان انا عنديك ان انت تعبان بجن او ايا كان نوع الجن اللي عندك، بنديك حاجات بتشربها او حاجات بتشطف فيها او حاجات بترشها في بيتك، والقصة بتنتهي عندي كده. طبعا انا عشان برضو الناس ما تاخدش عليا الكلام دوت ويقول لك الشيخ راضي بيهمش دور القرآن، لأ، انا عايزك تحط القرآن في نصابه، يعني عايزك تحط علاج القرآن في نصابه. ما تقولش انا بنعالج بالقرآن وانت مش عارف اصلا تحط القرآن فين او تضع القرآن فين. طبعا نصاب القرآن فوق الكل، لكن لو انت حطيته في مكان الغلط او العلاج الغلط، طبعا مش هيجيب نتيجة معاك. وبعد كده بتتهم او الناس بتتهم ان القرآن ما بيعالجش، وان رحت للشيخ وسمعت آية الكرسي قعدت نصوت ونصرخ، او قعدت اخدت الموضوع ان هو ايه، ان انا تعبان نفسيا. يعني للأسف ان الشيوخ عشان هو ما عرفش يعالج الحالة يقول لك انت عندك مرض نفسي، ان انت عندك شيء نفسي. طيب انا عايز نفهم ايه الموضوع بالظبط، هل انا عندي شيء نفسي ولا اصلا عندي سحر والسحر ده وصلني المرض نفسي، ولا عندي قرينه ولا ضغط عليا ولا عندي حسد. طب لو عندي سحر ايه نجاسته بالظبط، طب نعالج النجاسه دي ازاي، ايه نوع العسل او ايه نوع المشروب اللي نقدر ناخده عشان خاطر يخليني ننظف ماده السحر اللي في الدم. طبعا احنا لما بنفصل المواضيع ديت الناس بتفاجئ ان انا رحت للشيخ ما ادانيش الكلام ده، رحت للشيخ ما تعاملش معايا بالشكل ده، رحت للشيخ يعني اداني ايتين قران وقال لي قال لي روح اعمل ورد الفلاني والقصه انتهت عن كده وانا تعبان زي ما انا. طب انا القران ما بيعالجش مثلا ولا ايه الموضوع بالظبط؟ طبعا ده انطباع الناس خدته.
خدت ان الشيخ يعني خلاص هو بيكتفي انه خد يا ابني الرقيه دي تعملها، ارجي نفسك في المكان الفلاني او الوقت الفلاني، وطب لو ما كانش كده الجن بيضحك عليه ويخليه يبقى ساحر كمان شويه، او بيبقى انسان ملوش قيمه في المجتمع. وبعد كده يقول لك اصل الشيوخ نصابين، اصل الشيوخ ما بيعالجوش، اصل لما نوصل ان انا خلاص اكتفيت من الشيوخ وتعبت من الشيوخ، الروح للمشعوذين احسن عشان هم اللي هيعالجوني، وبعد كده نلجا ان نعالج السحر بسحر. ودي مصيبه كبيره جدا الناس بتقع فيها، يقول لك انا تعبت من الشيوخ خلاص، ما عادش جايبين معايا نتيجه، فخلاص الروح للمشعوذ، الروح للنصاب يعالجني احسن لي، او الروح مثلا لواحد بيسحر بيعمل سحر بسحر عشان يعالجني وخلاص، ما انا مش لاقي نتيجه. ويقول لك انا معذور يا عم، الغرجان بيتعلق في جشايه. طبعا هو مش عارف يعني ايه الجشايه اللي هو اتعلق فيها ديت، لان دي كفر بالله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، ومن اتاه ولم يصدقه فلن تقبل منه صلاه 40 يوم. هو مش عارف ان الجشايه ديت قسمت ظهر البعير، وان هو الجشايه دي هتكتم ظهره وهتدخله في دايره الكفر، هو واللي راح معاه حتى لو مش مصدق بلن تقبل منه صلاة 40 يوم. هو ده الهدف، وهو ده الموضوع اللي الناس لازم تعرفه. لازم الناس تعرف تفرق بين المعالج والمشعوذ والنصاب. طبعا احنا قلنا ان المعالج ده عنده علم بيدرسه عشان خاطر يعالجك بيه، وعنده عارف امتى يعالجك بالقرآن، وعارف امتى القرآن هيفيدك. طبعا عشان ما نقولوش القرآن مش هيفيدك، لا القرآن كده كده هيفيدك تمام، لكن انت ممكن تاخد انطباع ان القرآن ما بيفيدش او القرآن ما بيعالجش، لكن المعالج لو هو دارس صح بيعرف هو بيحط القرآن فين، عارف انا عن نعمل ايه عشان خاطر القرآن يفيدك. طبعا من ضمن اساسيات راضي او الشيخ راضي الأساسية والقواعد الأساسية في حياته، اننا بنعتقد ان السحر ده مرض حقيقي موجود في جسم الانسان، مرض حقيقي ملموس محسوس غير عاقل لا يفهم القرآن. عشان كده لازم نعالج السحر ده بشيء زي ما هو، دي مادة، السحر ده مادة دخلت جسم الإنسان تحولت لبؤرة سحرية ودخلت دمه، انتشرت في الدم وعملت نجاسة في الدم، عملت له أمراض وتمركزت في الخلايا اللي هي خاصة بمداخل جسمه، لما وصلته للأمراض اللي احنا بنتكلم عنها والأعراض اللي بنتكلم عنها. طيب واحد عايز يقول للشيخ أنا عن عالج الأعراض ديت، لو أنت عالجت الأعراض ديت وسبت المرض قائم زي ما هو في جسم الإنسان كده أنت ما وصلتش نتيجة. يبقى لازم عشان تعالج الصح تعرف النوع المرض الأول، ايه قوته، ايه نوع النجاسة المستخدمة في السحر، عشان ده كله هيفيدك. وبعد كده انا هنعالج السحر ده ازاي وهنطلعه من جسم الانسان ازاي، عشان خاطر الانسان ما يفقدش الامل في علاج القرآن. طبعا كل ده يعني حصيلة لالاف الحالات احنا عالجناها، والحمد لله يعني الاف النتائج الرائعة اللي احنا وصلنا لها في المراكز عندي، والاف المواقف اللي احنا عشناها تدل ان يا جماعة في سحر وفي مرض اسمه السحر وفي حسد. من اسبوع لما اتكلمت انا لايف على البث المباشر على صفحة العلاج مرض السحر في يوم واحد، طبعا لازم برضو نأكد على صفحة علاج مرض السحر في يوم واحد لازم الناس تدخل عليها، عشان كل يوم بتقريبا لازم تتعلم حاجة جديدة من هذه الصفحة، لازم تتعلم كل يوم حاجة جديدة من ايه، من صفحة علاج مرض السحر في يوم واحد. عشان كده بنقول لك واحد زي ما كان عندي في مركز بحر يقول لي انت بتعالج العلاج او السحر في يوم واحد ازاي، يعني انا عايز افهم، يعني هو الموضوع مش مستوعبه لانه راح عند الشيوخ كتير فعلا وما لقاش نتيجة، فيبدا ينكر يقول لك ما فيش حاجة اسمها ان نعالجه في يوم واحد. ده يا استاذنا السحر ده مرض زي ما انا بنقول مرض دخل جسمك، لو انت ربنا أعانك إنك تطلع المرض من جسم الإنسان ده كل الأعراض هتروح من عنده. فلكن لو رحت الشيخ ابتدى يعالج لك الأعراض بس وساب المرض هو في جسمك قائم زي ما هو، يبقى هو كده ما وصلش النتيجة، هو كده ما عالجكش، هو سكن لك الأعراض بس، هو سكن لك الجن اللي عليك، هو سكنه، ممكن يسكنه بسحر، ممكن يسكنه بتشطيف ودهان والكلام ده هو وعلى دماغه من فوق، لكن هو عالج العرض ما عالجش المرض. يعني أنت لو رحت لأحسن دكتور في العالم كله وعالج لك العرض بس وساب المرض زي ما هو هيبقى علاج فاشل، لكن لو رحت للدكتور حتى لو يدوب مبتدئ وعالج لك المرض الأساسي اللي وصلك للأعراض ديت وبعد كده عالج لك الأعراض، يبقى هو كده علاجه ناجح. عشان كده بنأكد ان الشيخ لازم يعالج المرض الأول اللي هو العضو في جسم الإنسان، وبعد كده التافت للجن، لأن الجن عرض مش مرض. دايما بنأكد على القواعد والخطوط العريضة اللي بنتكلم فيها،
يا ريت الناس تاخد بالها منها، يعني يا ريت الناس تاخد بالها من الخطوط العريضه اللي بنتكلم فيها ديت. انا عندي خطوط عريضه بنتكلم فيها ودايما بنكررها عشان الناس برضو ما تملش من الكلام، لا مل من الكلام عشان تعرف القواعد ديت. الجن ما بيتعبش من القران، دي قاعده لازم تمشي عليها. الجن ما بيتعبش من القران، مين اللي بيتعب من القران؟ قرينك. الجن ما بيخافش من القران لان الجن بيسمع قران زيك وزيه. الجن يتاثر بالقران تاثير توبه مش تاثير خوف ورعب ورهبه منه. الجن مدعو بالقران زيك زيه. الجن ربنا انزل عليه رساله زيك زيه. الجن ربنا نزله في الارض وكان عليه يعني كان عليه دعوه زيك زيه. الجن ده مخلوق زيك زيه، بيفهم وبيحس وبيقدر وبيتوب، كل ده الجن. طيب الجن ده مكلف من عند الساحر عشان يعمل لك شيء معين في وقت معين بوصايا معينة من عند الساحر بطلسة معين. انت هتقعد تضرب في الجن 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 وسايب السحر زي ما هو بالتكليف اللي هو في جسم الانسان عمال يدمر في الانسان ده، هو لما ضيعه وضيع حياته وصله الفشل كلى، وصله السرطان، وصله الغضروف، وصله الالتهاب في المعدة مزمن، وصله التهاب رئة، وصله ان هو عنده صداع مزمن، وصله انت سبته لما ضيعه وبعد كده متكي على الجن. الجن عمل الجن عمل الجن عمل وسايب القصة الأساسية والموضوع الأساسي اللي هو مرض السحر. طيب عشان خاطر برضو يعني عشان ما ناخدش برضو الساحة لوحدي، أنا معايا يعني كوكبة من المعالجين اللي هم يعني تمكنوا في هذا المجال ودرسوا، لأن هم طبعا يعني دول الإخوة اللي ماسكين المراكز عندي اللي هم شغالين معايا في المراكز. كل واحد منهم متمكن، فاهم هو بيعمل ايه، فاهم هو بيقول ايه. يعني ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. وطبعا انا دايما بنقول يا جماعه ان مش شرط ان راضي هو اللي عالج، يعني مش شرط ان راضي هو اللي عالجك ده لكن لو لقيتش راضي مش هتتعالج، يعني لا، في غيري بيعالج. لكن اللي نثق فيهم الاخوه اللي هم انا علمتهم واللي هم وصلوا لدرجة خلاص أنا واثق فيهم إن هم بيعملوا إيه وماشيين على المنهج الصحيح في العلاج، لأن العلاج ده منهج مش موضوع واحد يسمعك آيتين قرآن وخلاص. لا، الحمد لله لما من الأسبوع اللي فات تكلمت في البث على موضوع المخنسين وعلاقة المخنس بالجن، وإن شاء الله نبقى نفرد له حلقة يعني قوية وتكون يعني خاصة بيني وبينكم غير لما يكون معايا الإخوة الضيوف. يعني فلما اتكلمت عن علاقة المخنس بالجن وقلنا ان الجن ده ان المخنس ده بيكون فيه مخنس طبيعة وفيه مخنس طبع، وان المخنس الطبيعة ده هو اللي بيقيم اللي فيه المشكلة كلها، وان ممكن يكون نسبة 90% تدخل الجن في المخنسين اللي هم يعني بنقول عليهم الشواذ او المخنس، او اللي هو ما عندوش اللي عنده رغبة، بنت عندها رغبة جنسية كولد او ولد عنده رغبة جنسية كبنت. وطبعا الاسبوع اللي فات لما اتكلمت في الموضوع دوت ناس كتير جات لي والحمد لله جبنا نتيجة كويسة جدا في ان احنا نعالجوهم ووصلنا معاهم لحلول كويسة جدا. فعنا ان شاء الله يعني نخرج فاصل سريع ونستقبل ضيوفي الاعزاء يعني والاخوة المشايخ الافاضل ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، وإن شاء الله نعود لكم تاني كمان شوية يعني نترككم في رعاية الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وبعد يعني عودا حميدا رجعنا لحضراتكم تاني، وكان معايا طبعا هيبقى بيكون معايا ضيوفنا الأعزاء اللي هم يعني أفضل الإخوة المتمكنين أو من أفضل الإخوة المتمكنين في علاج السحر. وطبعا احنا بنخصص نفسنا ان احنا علاج مرض السحر في يوم واحد اللي هو لان السحر مرض قائم. يعني بنرحب بمولانا وشيخنا الشيخ جلال الحويتي ربنا يحفظك ويبارك فيك. ربنا يحفظك. وبنرحب بشيخنا الشيخ سعد الاحمدي ربنا يحفظك ويبارك فيك مولانا. بنرحب بشيخنا الشيخ حميده الحويتي ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. اهلا وسهلا بحضرتك المشاهد. فان شاء الله بقدره تبارك وتعالى النهارده هنتكلم باختصار شديد جدا عن السحر او اعراض السحر وايه انواع السحر وايه الفرق بين الجن وبين الشيطان. ايه الاعراض اللي تخليني تميز الجن من الشيطان، وهل الجن من اصل الشيطان ولا لا، وكل طبعا دي اسئله بتدور في دماغ الناس. انا عايز نفهم ايه الموضوع بالظبط. طبعا من ضمن او من اساسيات علاجنا ان احنا بناكد عليها ان الجن ده قصه وان القرين ده قصه تانية، وبناكد ان القرين هو اللي عامل المشاكل دي كلها او اكثرها، وان القرين ما بينطقش على لسان حد ويصوت ويصرخ،
ولا وان الجن ما بيتعبش من القران وان ايه الكرسي ما بتحركش الجن وان الجن بيسمع قران زينا زيه وكل الاشياء دي احنا بناكد عليها وضوابط لازم نمشي عليها وان السحر ده مرض موجود في جسمك غير عاقل لا يفهم القران وان اللي بيطلع بالقران ده الجن مش السحر لان السحر ده يعالج طبيا كما سحر النبي صلى الله عليه وسلم رقوه الملائكه وما اكتفاش برقيه الملائكه لكن يعني راح طلع السحر من البئر وردم البئر وكان طبعا احنا اتكلمنا عن المساله دي قبل كده وقلنا ان السحر غير يعني غير شكل البير وغير لون الميه وغير حتى النخل اللي طالع حوالين البير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه يا عائشه رايت يعني ان البئر ان ماؤه كنقاعة الحناء وأن نخله كرؤوس الشياطين وطبعا ده من تأثير السحر وطبعا إن شاء الله في حلقة بنتكلم عن هذا الموضوع أن نرحب بمولانا الشيخ جلال وعايزين نعرف الشيخ جلال إيه الفرق أو إيه الأقسام الجن والشيطان أو إيه الفرق بين الجن والشيطان تمام الشيخ راضي حضرتك ربنا سبحانه وتعالى إحنا يعني هنبدأ له بالثناء على رب العزة عز وجل ونقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون ثم أما بعد سنؤصل في هذه الحلقة الكريمة الفرق بين الجن وبين الشيطان تأصيل علمي من الكتاب والسنة من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يبقى في أصل الله سبحانه وتعالى خلق في أصل الخلقة ثلاث أصول عاقلين خلق الجن من مارج من نار وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الملائكة من نور نتحدث في سبحان الله القسم الذي نريد أن نتحدث فيه وهو قسم الجن الفرق بين الجن وبين الشيطان الفرق بين الجن خلقه الله سبحانه وتعالى من مارج من نار وخلق من الجن من ذرية الجن الجان والجان سبحان الله الجن خلقهم الله من ذرية الجان وهذا الخلق الله سبحانه وتعالى اشتق منه فصيل ثاني من خلق الله عز وجل يبقى الله خلق الجان من مارج من نار وخلق من ذرية الجان الجن وخلق من الجن فصيل آخر واشتق منه فصيل آخر هو إبليس هو الشيطان وإبليس هذا كان له سبحان الله يعني صولات وجولات مع رب العزة عز وجل عندما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الأعراف ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يبقى إبليس رد أمر الله عز وجل إبليس رد أمر الله واستعظم وتعالى وقال لرب العزة عز وجل خلقتني من نار وخلقته من طين ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فاخرج منها إنك من الصاغرين فما يكون لك أن تتكبر فيها أي في الجنة فاخرج منها إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون يبقى طلب إبليس من ربنا سبحانه وتعالى طلب هنا إيه الطلب ده؟ إن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم القيامة وآدم عمل سبحان الله رجع لله عز وجل وقال إيه آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يبقى آدم طلب التوبة من الله سبحانه وتعالى والأوبة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ولكن إبليس استعظم ورد أمر الله عز وجل وفي الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المرسلين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين عند ذلك رد إبليس أمر الله عز وجل واستعظم وقال فبما أغويتني أقسم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم سبحان الله أقسم
وبدأ يعدد لربنا سبحانه وتعالى أنه هيغوي ابن آدم من جميع الجوانب ومن جميع الجهات، ولكن الله سبحانه وتعالى قال عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك منهم من الغاوين. سبحان الله، بدأ الاشتقاق هنا إن إبليس له ذرية تانية خالص وهم القرناء. القرناء دول مين؟ اللي هم أبناء إبليس اللي إحنا دلوقتي بيجيني واحد يتعالج بيقول لي والله ده القرين اللي بيحضر عليا والقرين اللي بيتكلم، والكلام ده غير صحيح تماما. إحنا بننفي الكلام ده لأن القرين ما بيتكلمش على حد، القرين ده ابن إبليس، ربنا سبحانه وتعالى خصه بخصائص معينة. الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يبقى إبليس ده مسؤول عن الوسوسة لابن آدم، ده شغله الشاغل، ملوش أي حدود تاني يقدر يتعداها إبليس أو القرناء اللي هم أبناء إبليس. شغلته الوسوسة لمين؟ لبني آدم. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما اختص القرناء دولت، القرين ده ما يقدرش يعني يعمل له خصائص معينة. ولذلك إبليس سبحان الله يعني كانت له دعوة في النار، وسبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة بمنبر ينصب في قعر جهنم ويجلس عليه إبليس، وإبليس له دعوة. وقال إبليس لما قضي الأمر، قال إيه إبليس لما قضي الأمر؟ إن الله إيه وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. شوف إبليس بيقول إيه للناس، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما لي عليكم من إيه من سلطان. سبحان الله، فلا تلوموني ولوموا إيه أنفسكم، وما أنتم بمصرخي، وما أنا مصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين في عذاب إيه أليم. يعني أمر عظيم. يعني مولانا الشيخ جلال كده إحنا اختصارا عشان برضو إحنا نعرف إن الجن، ان الجان ابو الجن، ابو الجن تمام، وان الجن انطلع منهم فصيل معين، ايوه اسمه اللي اسمه الشيطان اللي هو إبليس. ابليس كان له ذريه اسمه القرناء تمام، دول اخوات الجن بقى، تمام. اخوات الجن دول اخوات الجن، اخوات ابليس دول فين؟ اخوات ابليس اللي هم الجن، اللي هم الجن اللي منهم المسلمون، ايوه، ومنهم القاسطون، تمام، ومنهم دون ذلك وكنا طرائق قددة. دول اللي بيسخر منهم الساحر، تمام، اللي بيسخر منهم السحر ايه؟ خادم السحر الموكل، تمام، على ايه؟ يبقى خادم السحر غير القرين، غير القرين خالص. ده وضع، تمام. القرين ده وضع شيخ راضي، تمام. والجن ده وضع، الجن ده لما بيروح للساحر بيعمل سحر موكل، واحد من عشائر الجن معين بالسحر. طيب كيف ان الساحر بيسخر بيوكل الجن بالانسان؟ هل معاه حد بيخليه يوكل طبعا مثلاً؟ طبعا طبعا، هو ده اللي احنا عايزين نوصله. ايوه، في الوقت ده حضرتك الشيخ راضي الجن ده سبحان الله يعني عشان الساحر يقدر الجن يطيعه ويطيعه يكفر بالله عز وجل ويؤدي أرود الولاء وفروض الولاء والطاعة للجن، الجن يقوم يسخر له مارد، تمام، مارد إبليس يسخر للساحر مارد، أي يسخر للساحر مارد عشان المارد يخدم، عشان المارد يبدأ يخدم الساحر، تمام. وسبحان الله يعني هي حلقة مفرغة، تمام. وسبحان الله يعني في الصحيحين من 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 حديث عبد الله ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، يعني سبحان الله موكل يوكل بكم، ألا يوكل بكل رجل منكم قرين؟ قالوا حتى أنت رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن الله أعنني عليه على قرينه وأسلم. يبقى القرين ده عبارة عن إنه وسوس بس، يوسوس، لا بيحضر عند، لا بيخلي حد يصرخ ولا يصوت ولا بيخلي حد يعني يبقى بنص عليك سلطان، لا لا لا، يعني بيحركش جسمك، لا 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 لا، هو ده اللي احنا نهائي. طيب ناخد الكلام من مولانا الشيخ جلال علشان خاطر يعني الوقت ونقدر نوصل المعلومات أكتر. وطبعا الشيخ جلال ده ربنا يحفظه ويبارك فيه اللي هو ماسك مركز البحيرة، وطبعا هو مميز في شغله يعني، وعارف هو طبعا الحالات اللي بيجيله ازاي بتعالج وربنا يعينه عليه. لكن هناخد طبعا نتكلم مع مولانا الشيخ حميدة ويقدر يفصل لنا بس ايه الاسباب العداء مولانا اللي ظهرت بين ابليس وبين الانسان. ليه ابليس صب كيده على الانسان اصلا؟ ما هو ما كانش بينه وبينه مشاكل اساسا، فليه ليه ابليس اول ما ربنا قال له يعني اسجد لادم قال له مش هنسجد وابتدى يصب له عداء وكيد؟ ايه السبب يعني؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. وعرج على كلام اخي الشيخ جلال بارك الله فيه وجزاه الله خيرا.
عندما خلق الجن وخلقت هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى فإنها عثت في الأرض فسادا، كذلك عندما خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام فإن كما ورد في الصحيح صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن الله تبارك وتعالى عندما خلق آدم في الجنة جعل إبليس يطوف حوله وينظر إليه، فلما رآه أجوف عرف أنه لم يتمالك أو لم يتماسك كما تقول بعض الروايات. هنا إبليس نظر إلى هذا المخلوق فعلم أن لهذا المخلوق أمر عظيم، ولكن عندما أمر الله تبارك وتعالى، هذا إجمال بعد تفصيل، هو عرف أن هذا المخلوق لقضية وهذا المخلوق أجوف، فهنا هو يريد أن يرى منزلة هذا المخلوق ويريد أن يعرف أثره ويريد أن يعرف مكانته، أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم. الملائكة طبعا سجدوا كما أمرهم الله تبارك وتعالى، بنقعوا ساجدين فسجدوا، وكما قال أهل العلم إن السجود هنا كان سجود تحية لا سجود تعظيم وعبادة، تمام؟ فهنا إبليس رفض أمر الله تبارك وتعالى. عندما رفض إبليس أمر الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم طرد من الجنة، فعندما طرد من الجنة أيضا هو هنا وقع في معصية الله تبارك وتعالى، فظل جل أمر إبليس أن سبب خروجه من الجنة ووقوعه في سخط الله تبارك وتعالى وعقابه أن السبب هو آدم عليه السلام. طب إذن السبب هو آدم، ماذا سيصنع مع آدم؟ هل سيحب آدم؟ هل سيكون آدم له منزلة عنده؟ كلا وألف كلا، إنما آدم سيظل الحقد يملأ قلب إبليس وذريته إلى أن تقوم الساعة. ومن هنا تعال وانظر إلى الآيات التي تحدث الله تبارك وتعالى عنها. رب هو طلب من الله ماذا إبليس؟ طلب من الله تبارك وتعالى أن ينظره، أن يديله وقت. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ومن هنا هذه الفرصة التي أخذها إبليس نعلم منها أنه أخذ العهد على الإنسان على نفسه أن يضل بني آدم كما ضله. ويعني في بعض الروايات التي أوردها الإمام القرطبي في كتابه لقط المرجان قال إن إبليس عندما كلم موسى، وهذه الرواية يعني صحتها فيها أقوال من أهل العلم، ولكن هنا في هذا نستأنس بها في هذا المجال أو شاهد من حديث كلامنا، إن هو قابل سيدنا موسى عليه السلام فقال له إنني أريد أن أتوب، فسيدنا موسى طبعا هذه الرواية ضعفها بعض أهل العلم ولكن توضح المعنى الذي نتحدث عنه، قال له إن إذا أردت أن تتوب فاذهب واسجد أمام قبر آدم. قال له كيف أسجد أمام قبر آدم؟ أنا أمرت بالسجود له حي، فكيف أسجد له ميتا؟ فمن هنا هذا ليس تصحيحا للقصة ففيها ما فيها كما قال أهل العلم، ولكن هذا شاهد على عداوة الشيطان للإنسان قديمة جدا، وقد أخذ العهد على نفسه أن يضل الإنسان إلا ما شاء الله. جزاك الله خيرا مولانا. يعني الشاهد من الحديث أن آدم عليه السلام ملوش دخل في عداء إبليس له، لكن إبليس صب الكيد على آدم ابتداء، خلاص مش هنسجد له، ده أنا أفضل منه، فكان استعلاء ورد أمر الله تبارك وتعالى، وحسدا وحقدا. طيب ربنا يحفظك الشيخ حميدة. طبعا الشيخ حميدة برضو نأكد أنه طبعا ربنا يحفظه وبارك فيه، اللي ما مسؤول عن مركز الأسكندرية، وطبعا العنوان موجود عند حضراتكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. هنتكلم طبعا ناخد الكلام من الشيخ حميدة والشيخ جلال ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، ونتكلم عن تفصيل. طبعا الشيخ جلال يتكلم على أسماء الجن أو تفصيلة الجن وبدايتهم، الشيخ حميدة ربنا يحفظه ويبارك فيه يتكلم إيه العداء اللي حصل بينه وبين إبليس وبين الإنسان نفسه، إيه سبب العداء ده، والشيخ سعد يكلمنا إيه تفصيلة الجن وإيه أسماءهم بتفصيل يعني سريع اختصارا للوقت، ربنا يحفظه وبارك فيه الشيخ سعد الأحمدي اللي هو ماسك مركز الجنة، ربنا يحفظه وبارك فيه. تفضل الشيخ سعد.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هناك جملة من الأسماء التي أطلقت على الجن ولكل منها وصف يختص به. الجان، أول أسماء الجن الجان. ما هو الجان؟ الجان هو أبو الجن، وهو خلق من مارج من نار كما قال الله عز وجل، وخلق الجان من مارج من نار كما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام من طين، كذلك خلق الله عز وجل الجان من مارج من نار. فالجان هو أبو الجن. طيب، الجن وجان وجنة، كل هذه الأسماء أسماء جنس تدل على نسل الجان، برهم وفاجرهم، برهم وفاجرهم. ولذلك إبليس، من هو إبليس أيضا؟ إبليس اسم علم على أحد أبناء الجن، والذي رفض السجود لآدم عليه السلام. إبليس هو الذي رفض السجود لآدم عليه السلام. طيب، أربعة، العفريت، ما هو العفريت؟ العفريت هو نوع من الجن مؤمن يتمتع بالقوة الجسمانية، فعندما قال سليمان عليه السلام أيكم يأتيني بعرشه بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فسليمان عليه السلام لم يصطحب إلا الجن الصالح التقي، لذلك قال وإني عليه لقوي أمين، أي هو قوي. فلذلك، طيب، الشيء الثاني من أنواع الجن، أو النوع الآخر من أنواع الجن، هو الشيطان. من هو الشيطان؟ وصف لكل متمرد. الشيطان ده وصف لكل متمرد. ولذلك الجان خصوصا وعلى رأسهم إبليس اللعين وذريته القرناء. طيب، الشيء الآخر، المارد. من هو المارد؟ المارد هو كل كافر من بني الجان، لذلك سمي مارد، وخلق الجان من مارج من نار. طيب، المارد من هذا؟ هو ممتع أيضا بالقوة الجسمانية، فقد قال الله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد. لماذا سمي شيطان ومارد؟ لأنه تسلق، كان يتسلق وظل يعاند ويكابر على أنه يسترق السمع، لذلك قال الله عز وجل إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. هذا هو المارد. طيب، من هو العفريت؟ العفريت أيضا هو أحد ذرية إبليس، وهو كافر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الآخر ده العفريت، اللي هو أيضا هو اللي هو شطنا أو خرج عن، نعم، عن عن النص، يعني، نعم، خرج عن عبادة الله تبارك وتعالى. نعم. يعني نفهم من الكلام أو نفهم من الحديث أن الجن دول أبوهم الجان، زي ما احنا قلنا لهم برضو، يعني في دارة الحديث، أن الجن دول أبوهم الجان لهم له ذرية اللي هم الجن. الجن ده انقسم لأقسام، منهم إبليس عليه من الله ما يستحق وبقالوا ذريته اللي هم القرناء، لكن إبليس له أخوة تانين، منهم القسطون ومنهم المسلمون ومنهم دون ذلك، اللي هم بيسخرهم الساحر لإبليس للساحر عشان يخدموه ويبدأ يكفر بالله تبارك وتعالى، وصل الناس للكفر. طبعا دول اسمهم خادم الساحر، اسمه مثلا عمار المكان، اسمه جن متسلق، اسمه جن غواص، اسمه جن، اسمه عفريت، ايا كان نوعه، ما عدا ابن ابليس. ابن ابليس ده اللي هو بيتميز انه ابن ابليس، ابن الاب الكبير، او ابن يعني له قوه وله سلطه وله تحكم غير الجن التانيين. في مساله او في حد تتكلم، الناس بتقول ان سيدنا سليمان كان يسخر او كان يستعين بالجن. طبعا الكلام ده كلام مرفوض، لان سيدنا سليمان ما كانش بيستعين بالجن، ولكن هم كانوا مسخرين له، زي ما ربنا كان مسخر له الطير، زي ما كان مسخر له الرياح، زي ما كان مسخر له البشر. ربنا مسخر الجن لسيدنا سليمان، كانوا يخدمون فيه، لكن سيدنا سليمان لا يستعين بهم، لان الاستعانه انت بتطلب منه المدد. سيدنا سليمان ما كانش بيطلب المدد من الجن، ولكن كان يامرهم، لانه كانوا ربنا مسخرهم له.
علشان كده احنا طبعا كل الاحداث ديت او كل الاشياء دي احنا بنتكلم ليه عشان نوصل مسائل دقيقه، ان في فروق بين الجن وبين المارد وبين العفريت وبين القرين، لان القرين القرين الاساسي في الحياه ان هو بيخلي الانسان يوسوس الانسان، ما بيصوتش ما بيصرخش على حد، الجن ما بيتعبش من القران، بيسمع قران زيك زيه، ان ولما يكون خادم للسحر ولما يكون اصلا عايز يوصل او ياخد اكبر معلومات من الانسان بيتحرك دقة ان ما نتعبش من القرآن ولا نظهر علشان خاطر نوصل او ناخد من الانسان ده اكبر معلومات منه ونضره اكبر ضرر. عشان كده احنا قلنا ده دول انواع الجن، لكن انواع السحر نفسها كل يعني الشيخ جلال يشرح لنا او يعني سريعا كده عشان الوقت، يعني ايه الاعراض السحر المأكول وازاي نعرف انا عندي سحر مأكول ولا لا. واحنا قبل كده اتكلمنا قلنا ان السحر السفلي ده بيتميز بالنجاسه بتاعته، بيكون له نجاسه زينه او بول براز او دم حيض، وبيكون طبعا دي اعراض له اعراض عامه واعراض خاصه. الاعراض العامه احنا ان شاء الله نبقى نذكرها في وقت تاني، والاعراض الخاصه بكل نوع سحر الشيخ جلال يذكر لنا منها نوع السحر المأكول، ايه الاعراض اللي بتظهر على الانسان الشيخ جلال. تمام فضل. الشيخ راضي تمام حضرتك، احنا طبعا اعراض السحر المأكول الشيخ راضي تسع انواع او تسع اعراض للسحر المأكول، وزي ما تعلمنا من فضيلتك الشيخ راضي ان السحر المأكول ده له وضع تاني، يعني وضع صعب شوية، لانه بيقبله يعني طلسم سحري مأكول في المعدة، وده بيكون مغص معين او اضطراب دائم في المعدة. ايه معنى اضطراب دائم في المعدة ومغص في المعدة؟ ده شيء معين داخل المعدة، يعني طلسم داخل المعدة، ده لازم الطلسم ده ينزل من المعدة، ولذلك ده اللي بنختلف فيه احنا مع جميع المعالجين، ان انت بتروح له تتعالج عنده بيرقيك برقية معنا ده شوية مات الشطة فأقول لك انت كده صحيح، لا 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 لا، ده اللي احنا بنختلف فيه. اللي احنا بنختلف فيه اني داخل المعدة في طلسم سحري معين لازم يخرج الطلسم ده، وده اللي احنا بنأكد عليه في جميع انواع العلاج بتاعنا. ولذلك اول عرض من اعراض السحر مغص او اضطراب دائم في المعدة. العرض رقم 2 فقدان في الشهية والتهام الاكل بطريقة يعني جامدة شوية، الانسان يحس انه بياكل كتير خالص وما بيشبعش، ما بيحسش بشبع، سبحان الله. العرض الثالث القيء المستمر او الرغبه في القيء، القيء المستمر او الرغبه في القيء، الانسان يحس انه دايما الم في المعده في داخل المعده بحرقان بانتفاخ، يحس انه عاوز يرجع دايما او برجع فعلا، ده موجود. وناس كتير تيجي تقول لي يا عم الشيخ، يمكن لحد اول امبارح واحد بيقول انا حاسس ان في كوره هنا داخل المعده، في حاجه انا بنمسكها يا شيخ والله، وبيعمل لي كده فعلا، وانا عارف، قلت له انت فعلا في حاجه انت فعلا بتمسكها، لان في طلسم سحري موجود في المعده ده لازم يخرج. والله كان عندي حاله تاني حضرتك الشيخ راضي بتقول لي انا لازم، يعني انا حسيت ان الحاجه دي خرجت من المعده ووصلت هنا، والله بتقول لي والله وصلت هنا، لدرجه اني كنت همد ايدي نجيبها، يعني شوف انت متخيل انسان يعني ببص لايه، سبحان الله يعني. والعرض الرابع معانا ان يشتهي الطعام ولكن يفرغ من طعامه وهو يشعر بالجوع. تمام. النوع الخامس الامتناع عن انواع معينه من الاكل، الواحد كان بيحب نوع معين من الاكل وبدا يكرهه، وفي نوع معين كان بيكرهه بدا يحبه وياكله بشراهه عاليه جدا، في ناس كتير خالص، يعني في واحد يقول لك انا كنت بحب الحمام وبدات ناكل، يعني بدات ناكل حمام كتير خالص وبدات نكره الحمام، وفي ناس سبحان الله يمكن من اعراضه من الاعراض، ومعناه هنا في العرض يعني التاسع هنا الانسان يحب ما يحبش ياكل الكوسه والقارح، سبحان الله انواع من انواع القرع والقثاء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القران. إذن تمام. اذا شيخ جلال ان السحر كل نوع سحر بيميز نفسه باعراض، يعني احنا عايزين بس نوصل للناس المعلومه. تمام. كل نوع سحر طبعا في اعراض عامه للسحر، لكن في كل نوع سحر بيميز نفسه باعراض مميزه، طبعا في اعراض كتيره بتشترك في السحر بعضه وبعضه، لكن او مع الحسد كمان، لان ده جن بيلبس وبيكون في طلسم داخل الجسم، لكن في كل نوع سحر بيميز. احنا قبل كده قلنا ان السحر المأكول بيأثر على المعده، زي ما قال الشيخ هو حس ان في كوره في بطنه او في نار في بطنه فعلا، زي مثلا السحر المشروب بيأثر على الرئه او الكلى، السحر مثلا المدفون بيأثر على الجزء السفلي من الجسم، السحر المرشوش بأصعب رجلين، كل نوع سحر أو كل طلسم سحر له صورة بميز بيها نفسه. نتكلم أو ناخد الكلام من مولانا الشيخ جلال، وناخد نتكلم مع الشيخ حميدة ربنا يحفظه وبارك فيه. احنا عايزين نتكلم الشيخ حميدة اختصارا على حتى كل نوع سحر من دول، على عرض أو اتنين عن السحر المنفوخ والسحر المعلق والسحر المرشوش.
فيعني حتى اختصارا سريعا من كل نوع سحر حتى عرض والاثنين، والمجال يبقى قدامنا مفتوح في وقت تاني بنتكلم في وقت تاني. طيب بالنسبة للسحر المنفوخ يا مولانا، طبعا ده طبعا بيكون منفوخ على هيئة عن طريق طبعا الجن معروف، وقد ينفخ على الطعام أو ينفخ على الشخص. طيب أعراضه، أعراضه اللي هي بتبقى الخاصة زي ما قال شيخنا الشيخ راضي، بيكون ظهور بقع تشبه الحناء على جسم الشخص، في بعض مناطق الجسم بتبقى موجودة. بعض الناس أكثر الحالات اللي بنتعامل معها بيكون وجود هذا العرض موجود معها، إن هو بيلاقي البقعة دي، وقد تنقلب بعض الأيام تبقى لونها أزرق. يعني بعض الناس هذه النوعية أو النوعية اللي احنا بنتكلم عنها بنقول إن هي بتكون شبه الحناء أيضا، وهذا بيكون عند قيامه من النوم بيشوفها وبينزعج إن هو شاف الأمر ده، عشان ما نطلش عليكم على السامعين. يرى أيضا في المنام أنه يأكل طعاما معينا، أيضا بيكون ممكن الطعام ده ما يكونش بيحبه أو المشروب ده ما يكونش بيحبه، بيكون يعني عنده سبب إن هو إنه بيحلم إن حد بيأكله. يا شيخ حميدة إن نعم. الجن بيكون رشش نفخ السحر نعم. على الأكل أو الشرب، وده بيقول إن ده سحر مأكول مشروب أو مأكول منفوخ مأكول أو منفوخ مشروب. نعم. هو اتنفخ والجن عايز يوكله للمريض فيشربه أو يوكله للمريض جوه هو نايم. مظبوط. أيضا بتكون عنده متاعب صحية غير معروفة وغير محددة، بيشتكي دايما. يعني في حالات، كانت في حالة الأسبوع اللي احنا فيه دهوت، كانت في حالة بتشتكي من جسمها كله، بتشتكي انه جسم الشخص كله بيقول لك انا جسمي كله متكسر. بنروح للدكتور او للطبيب، بنذهب بنتكلم معاه، اعمل لي أشعة مقطعية على الرأس، اعمل لي مش عارفة كذا، اعمل لي سونار على القلب وهكذا. فده يا إخوة بيكون السحر اللي هو المنفوخ. طيب يا مولانا بالنسبة للسحر المعلق، أيضا بالنسبة للسحر المعلق دهوت بيكون طبعا معلق، لابد تلاقي إن الشخص أو تجده إن هو بيكون عنده شعور بالتعب والتوتر والهياج. وإمتى بيكون حالته مخصوصة؟ غالبا إن هو وقت الريح، أول ما الجو يشد والجو يحصل فيه تغيير في عملية الرياح بأمر الله سبحانه وتعالى، بتلاقي الشخص ده الحالة المزاجية عنده مش منضبطة خالص، وعنده توتر ونفسيته هايجة جدا. أيضا من أعراض السحر اللي هو السحر المعلق، دايما كما يشتكي بعض الناس يقول لك أنا عندي دايما بحس بدوار في راسي، أنا مش مركز على طول، عندي موضوع عدم التركيز ده وظاهرة موجودة عندي مش عارف أعمل لها إيه. خدت أنواع معينة من الأدوية والقصة هي القصة. أيضا اللي هو سحر معلق قد لا يحب أكل الحمام، يكون ما هو ما بيحبش يأكل الحمام نهائي، وبيكون عنده يعني ينطلق هذا الأمر إلى نفسيته، بيبقى عنده شؤم من الحمام ذاته. وممكن إن هو ما كانش بيأكل الحمام وبص يلاقي نفسه انقلب أمره رأسا على عقب، تم يأكل الحمام بشراهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبتقول الحمام وإحنا نأكل حمام مولانا. طيب أيضا السحر المرفوش يا مولانا. طيب بس عشان معذرة شيخ راضي، يشعر بخفقان في القلب على طول، عنده ضربات القلب كثيرة. من الفيصل أيضا معنا في المسألة دي أنه يطير في الهواء غالبا، دايما يحلم أن أنا طاير في الجو. الأسبوع اللي فات بعض الإخوة يقول لك أنا شايف أن أنا العماير بتاعة اسكندرية كلها عمال نتحرك وطاير من عليها، عمال نجري من العمارة دي من العمارة دي. بل إن هو أيضا يشوف القصة دي بتتكرر معه في حياته كلها. بالنسبة على عجالة مولانا، السحر اللي هو المرشوش، طبعا السحر المرشوش ده بيكون مرشوش للإنسان في طريقه أو في البيت، وإحنا فاهمين طبعا مولانا كان شرح إن هو بيتعمل إزاي. الشعور دايما أهم أعراض مولانا، أهم أعراض اللي هو السحر المرشوش يا مولانا، طبعا الشعور بألم في الساقين أو تنميل لفترات طويلة. هو دايما عنده رجليه، عنده مشاكل، لأنه بيكون بركز على الجزء السفلي من الجسم. أيوة. عشان كده بيكون متمركز في رجليه من تحت. تمام. أيضا الشعور بالإرهاق لأقل مجهود، لأن ده شغله على المفاصل بتاعة جسمه، فهو أي شيء يقول لك أنا مش قادر نشتغل ولا قادر نعمل حاجة. أيضا ممكن إن هو بعض الأشخاص يظهر عنده دوالي الساقين في وقت قصير، يبص لها طلعت في وقت قصير وشكلها يعني مقزز وغير مقبول. دايما أيضا اللي هو السحر المرشوش يا مولانا، ألام المفاصل الغير معللة، زي الحالات اللي هي بتجيلنا
والحالات اللي احنا بنتعامل معها والحالات اللي شوفيت بأمر الله دايما مشاكل المفاصل الأساسية عندها. تبص أيضا تجد إن هو كثرة الأحلام بالماء، يحلم إن هو بيغرق، يحلم بالمية كتير. أيضا بالنسبة للماء في طريقة أخرى أيضا للسحر المرشوش، إيه؟ تلاقيه يشرب المية بشراهة وكأنه لا يشبع، دايما معاه المشكلة دي. أيضا يرى أنه في منامه من ضمن الأحلام والرؤى تلاقيها ثابتة معاه وبتتكرر معاه ومش عارف نتيجة المشكلة ديت معاه إيه، إن هو دايما يمشي حافي القدمين، دايما إنه ماشي حافية، سواء كان رجل أو رأى أو امرأة. الأخيرة طبعا عشان الوقت، يرى أنه في امتحانه مش عارف يجاوب، تمام، يشوف دايما، لأن الجن دايما يبقى عايز يخليه محبط أو أنت أيوة. إنسان فاشل حتى وأنت عندك المعلومة، أيوة، يعني تبقى إنسان، حتى كان في ناس حالات يقولك أنا مميز في مجالي مزبوط. لكن عندي مشاكل مش عارف نعمل حاجه جديده، الناس كلها بتتقدم، اللي هو مش نافع بيتقدم، وانا مميز في مجالي وفاشل. فده دايما الجن بيخلي الانسان محبط عشان ما يخلوش متقدم. طيب نشكرك شيخ حميده، لكن ناخد الكلام من حنك شيخ حميده ونتكلم، وناخد نتكلم مع الشيخ سعد ربنا يحفظه ويبارك فيه على السحر المشروب واهم اعراضه اختصارا عشان تفضل. المدفون بالنسبه للسحر المدفون، يعني المريض دائما بيحس ان هو شام، يعني بيشم ريحه نتنه دايما، هو قاعد في البيت، قاعد في لو في مكان لو معطر مكان جميل، ولكن هو دايما بيشم بريحه نتنه جامد. دي الامر الاول. الامر الثاني، يشعر بالام او تنميل في احد شقيه، يعني الشق الايمن او الشق الايسر، حس كده ان جنبه اليمين كله منمل، ومره يحس ان جنبه الشمال كله منمل. دي من اعراض السحر المدفون. ايضا بيحس بعرق احد شقيه، يعني يلقى جنبه مثلا في عرق والجنب الثاني ما فيش عرق خالص. دي من اعراض السحر المدفون. كثرت الاحلام بالهياكل، هو نائم كل يوم يشوف هياكل ويشوف اموات ويشوف جماجم وعظام اموات الى غير ذلك. ايضا يكره اكل السمك، لو حد جاب له سيره القراميط خاصه ممكن يعني يتقيأ، لو شاف السمك كده يعني ممكن يتقيأ، أيضا ما يطيقش ريحة السمك خالص، القراميط خاصة يعني. طبعا المشاهدين بيربطوا اشمعنى أكل السمك وأكل القراميط، يعني طبعا أكل القراميط هنتكلمنا أو هنتكلم عنه، أكل القرموط ده بيبقى إن القرموط ده أنتن مخلوق ممكن يأكل الجيفة ويعيش في أي جو ملائم له، ممكن تعيش في تحت الماء، عايش في الهواء، عايش في الطين. فالساحر له يعني له ميزة عند الساحر. وطبعا الحمام نفس الطريقه، عشان الحمام مميز في انه بيربط السحر في حمامه او بيعلقه في ظهر حمامه، واحنا عرضنا الكلام ده على صفحتنا علاج مرض السحر في يوم واحد. ودايما الحمام مميز عنده لانه بيربط السحر في جناح حمامه ويسيبها تطير، كل ما الحمامه دي تتحرك كده وكده بيبدا الانسان يتاثر بحركه الحمام. اتفضل شيخ. نعم، العرض السابع شيخ راضي جزاك الله خيرا، اللي هو اشوف يعني سبحان الله ما بيشوفش رؤى خالص، يعني ما بيشوفش احلام خالص مطلقا. يعني الناس اصلا الناس بتعلق يقول لك انا ما بشوفش احلام نهائيا. لا 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 لا، فمن ضمن انك ما بتشوفش احلام نهائيا ده عرض من اعراض السحر المدفون. ده هو فكر حضرتك يا شيخ راضي ان هو ما بشوفش احلام، ان هو ما عندوش حاجه. يعني هو بيتخيل يعني خلاص ما بشوفش احلام، يبقى انا ما عنديش مرض. سبحان الله، يعني ودي مصيبه كبيره خالص يعني الناس ما بس يقول لك يعني انا عندي بحس ان انا مؤخره راسي يعني في الم شديد، شكشكه معينه في النخاع. هو ده الألم الشديد بقى بتاع هو عرض السحر المدفون، يحس بألم مؤخرة الرأس أو مقدمة الرأس. لذلك يعني يحلم إنه ماشي في مقابر في طول. نعم، لذلك إن هو بيحس إن هو يعني معلش إن هو هيعمل حاجة، عنده عمى ولا حاجة، وراح يكشف لا أنت نظرك 6 على 6. طب إزاي جه من هنا الألم الشديد اللي هو في جانب في مقدمة الرأس ده من السحر المدفون. العرض اللي هو التاسع، الخوف الشديد غير المبرر، دائما تلاقي خايف ومرعوب، ولو حد جاب له سيره اموات او موتى بيترعب جامد ويخاف، ودائما وابدا بيتفكر في الموت، ويتذكر الموت، مش عاوز يخش اماكن مزدحمه. نعم. مش عاوز يحضر جنازات، مش عاوز. نعم. يخش اسواق، مش عاوز سبحان الله، يعني ده بيأثر عليه جامد، يعني دايما يحب العزله ويحب يقعد لوحده ويحب يتكلم مع حد وكده يعني. تمام. طيب احنا عشان الوقت بيدهمنا، معلش الظروف اللي حصلت طبعا ان شاء الله تتكرر تاني، وان شاء الله ناكد يعني المعلومات ديت نتكلم عنها بتفصيل اقوى واكثر يعني مع المشايخ ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، ناكد عن المعلومات ديت ان السحر ده مرض موجود في جسم الانسان
ونسح له أعراض وله والأعراض دي لازم تتعالج بالقرآن آه، لكن السحر ده مرض لازم يتعالج بشيء محسوس ملموس غير عاقل اللي يفهم القرآن إن شاء الله. الحلقة اللي جاية نتكلم ونأصل هذه المسائل بدقة أكثر يعني إن شاء الله، لأن الوقت ابتدى يعني يلهمنا. ونشكركم على حسن استماعكم، نشكر المشايخ ربنا يحفظهم بارك فيكم، نشكر مولانا الشيخ جلال ربنا يحفظه بارك فيه، نشكر مولانا الشيخ حميد ربنا يبارك فيك، نشكر الشيخ سعد ربنا يحفظك وبارك فيك، وإن شاء الله يعني بإذن الله يعني الكلام موصول بإذن الله في حلقات ثانية. ربنا يحفظكم بارك فيكم يا رب، ونشكركم على حسن استماعكم، وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.